جمدت في هذاك الوقت. رخص البرنامج كانت 4 مليون، درنا لها لاريفاليزاسيون الاولى ب 5 مليون، رجعت على 500 مليار سنتيم. موقع المشروع المدخل الشمالي لمدينه باتنا، باسكو لا بون تاع لا ولايه دو باتنا كل جايه هنا للاكس هذا. هذا هو ليكزيتوار برينسيبال تاع الواتع باتنا. عندنا موقع عندنا تاريخ تاشير دفتر الشروط لو 18 عام 2018، هذا اللي لونسينا به النهار الاول وجد جميل. من بعد عاودنا دخلنا به ديريكتومون سيد الوالي، ترك الاعلان الثاني على المناقصه. كان ثاني درنا جوج اعلانات الاولين، ومن بعد جات التجميد لو 23/5/2019 اللي يعني هي ما كانت تجميد، وقع اشكال ما فهمناش تاريخ الغاء المنح هذه. عراقي البيروقراطي. الاعلان الثالث اللي درناه احنا سيد الوالي 25/2/2023، تاريخ فتح الاضرفه 26/2024، عرض الاضرفه المقدمه 3، تاريخ تقييم العروض 3/6/2024، الخصائص التقنيه قدره المعالجه 450,000 مليح، تسمى الماكس تاعها روح 450,000، قدره المعالجه اليوميه 54,000 متر كيب جو، تسمى 54,000 متر مكعب يوميا. احنا 1000 ميل متر تيريكي حتى لدي هكتار. احنا على خاطر شعلاء راك شفت ميم لا ستاسيون القديمه اللي عندنا لهنا من 75 ما كانتش قادره باش ليكيد نتاعها، ما كانت كانتش قادره باش الطاقه نتاعها تكفي المدينه والبلديات المجاوره اللي عندنا. وحنا قلنا ثانيك بالمناسبه نستغلوا الفرصه تشوفوا التقلبات الجويه باش مع الجماعه نتاع لونا على ديو ومحاربه هذه الظاهره هذه، ولا سيما منها كوارث هذه الطبيعيه كما شفتوا في الجنوب ولا فيضانات. يلزم دائما يكون عندنا عمل السباق لي زافالوار لي كانيفو لي روكا لي زواد وكل، لازم نبداو في حمله كبيره. واني كنت عطيت التعليمات نتوعي باش تبداو تنظفوا في هذو الشعب والاخرين. ما اسمح لي ماشي مستمر، انا نبغيكم نشوفكم في الواقع، في الواقع راكم تشوفوا مشكل غير صغير قد هناك. حنايا باتنا وكل مجراوات حنا ميم لا ستاسيون ديالنا نديروا فيها المن باش نزيدوا نستوعبوا المياه الملوثه ونزيدوا نمدوها للفلاحين والصناعيين، وفي نفس الوقت محافظه على البيئه وعلى المحيط. وفي نفس الوقت راكم شفتوا ليكستونسيون تاع لافيل جات لهنا، جات لهنا لعندكم. سي بور سا اني قاعد نقول له كي نجوا نديروا هذه الدوزيام ستاسيون اللي فيها 450 على الاقل تكون عندها اكستونسيبل ثاني في المستقبل، باسكو البلاد راه يزيد ويزيد الالتزام على لها. دونك هنا ثاني نزيد ونعاود تخفيض مده الانجاز والخدمه 3 فوا لا كاليتي نتاع الماتيريو اللي باغيين يخدموا بهم، باش تشوفوا مع سي تياج المتابعه الصارمه وما يجيبوش لينا كيما هذه اللي راهي طاحت اون بان وحصلنا فيها. راه يقول لك من 2000 اللي طاحت اون بان راهي قاعده هكذا، ما ديروش لينا دبل ترافاي وين نواسوا الخزينه العموميه. احنا قاعدين نعملوا على ترشيد الاموال العموميه والنفقات باش هكذاك نساهموا في تخفيف العبء على المواطن. هي كاريمون لو سيستيم هذا داجيتاسيون دو سيرفاس، بدلنا السيستيم، ردينا لانجيكتيولار لوكسيجيناسيون تاع لي باسان تاعنا ودو فون افيك دي سيستيم دو نشوف نعم بابك سيد المود نتكلوا على ربي. حنا اليوم رسميا نامروا كونسيدير باش دير لنا حجر الاساس ونتكلوا على ربي ننطلقوا تبدا تجيب الماتريال نتاعها ودير لوفر نتاعها باش نبداو نلوكريتيو ونتكلوا على ربي نبداو نخدموا. دوك ما نهضروش بزاف. نعم هو على كل حال من بين لي زامباكت اللي يعني اللي نستفادوا منهم ان نعطيناها امر باش دير لوفر تاعها عند لانيم باش هكذاك نبداو في تسجيل مناصب العمل اللي هي يمكن ولا ربما خلال الانجاز، وهناك مناصب عمل بعد الانجاز اللي يكونوا مناصب قاره للمهندسين والتقنيين والخبراء، وين احنا عطينا ايضا توجيهات باش التجهيزات والاليات اللي يجيبوهم لازم يكونوا في المستوى ويكونوا ايضا في المقاييس والمعايير معمول بها عالميا، وفي الشهاده اللي سي تياج هي اللي تقوم بعمليه المراقبه والمتابعه. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.